بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. معجزه في كلمه. الحقيقه ايها الاحبه، قلنا قديما ونقول ان كل كلمه من كلمات القران العظيم فيها معجزه حقيقيه. اليوم ساتامل معكم الربح في القران. هذا هذه الكلمه بكل مشتقاتها لم تذكر الا مره واحده. لان المقاييس الالهيه تختلف عن مقاييس الدنيا، نحن نسعى دائما للربح ونعتبر ان الانسان اذا خسر او ربح في تجاره نعتبره ربحا. إذا خسر المال نعتبره خسارة، المقاييس القرآنية مختلفة تماما أيها الأحبة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد الآخرة، لا يريد الدنيا. الدنيا عبارة عن ذرة أمام الآخرة. الدنيا ستدمر بشكل كامل، كل عملك وربحك ورصيدك وما تبنيه سيأتي يوم يفنى كل من عليها فان. الكون كله سيبدل، سيدمر ويعاد خلقه من جديد. اذا الاله العظيم سبحانه وتعالى ينظر الى الاخره او بالادق يريدنا ان ننظر للاخره. يريد الاخره، يريد لنا الاخره لانها الحياه السعيده المطمئنه الدائمه، بينما الدنيا ايها الاحبه هي عباره عن ذره هي عباره عن ساعه من ساعات يوم القيامه. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعه لذلك الربح في القران ورد مره واحده فقط بكل مشتقاته في سوره البقره الله تبارك وتعالى يصف لنا حال الخاسرين الذين خسروا خسرانا حقيقيا احبتي في الله الذين خسروا خساره حقيقيه ما هو شانهم هؤلاء هم المنافقون المنافق يوهمك انه معك يوهمك انه يؤيدك وهو طبعا سينقلب عليك عندما تحين له الفرصه المنافق يقول لك انا انظر انا ملتزم بالسنه ملتزم بالأحكام الشرعية ملتزم بالقرآن ربما تجد صوته جميلا في القرآن ولكن عندما يخلو إلى شيطانه يستهزئ بالمؤمنين ويستهزئ بما يقولون ويترصد بهم ويحيك لهم المؤامرات هذا هو المنافق الله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، انتبهوا الان ايها الاحبه اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى يعني انت لديك شيء ثمين هو الهدى اكرمك الله به لانك طبعا هذا منافق يظهر لنا انه مهتدي فالهدى بين يديه لانه يقرا القران ويتقن احكام الدين فالهدى بين يديه اشترى الضلاله بالهدى دفع الهدى ثمنا لكي ياتي بالضلاله سبحان الله ماذا كانت النتيجه هذه هي تجارتهم ايها الاحبه وهي التجاره الفاشله والخاسره قال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، سبحان الله. اذا الربح الحقيقي هو التجاره مع الله. اراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الكلمه التي لم يذكرها الا مره واحده مع العلم ان هناك مواضع كثيره يمكن ان تذكر فيها. مواقع كثيره في القران ذكر الغنائم، ذكر المال، ذكر البنون. يمكن ان يذكر فيها الربح لم يذكر ابدا الا مره واحده لماذا ايها الاحبه انا اود ان اعطيكم ملمح طبعا ان الله يريد ان يرسل رساله لنا يقول لنا الربح الحقيقي هو الهدى وليس المال ليس الدنيا ليس البناء ليس العقارات ليس الذهب ليس السلطه او الشهره لا لا ولا النساء ولا المتعة الزائلة، الربح الحقيقي أخي الحبيب هو التجارة مع الله، التجارة الرابحة، فهذا المنافق اشترى بآيات الله ثمنا قليلا واشترى الضلالة بالهدى، الهدى بين يديه أكرمه الله به فضحى بهذا الهدى وتنازل عن الهدى مقابل أن يأخذ الضلالة تصور انسان طريق فيه نور. او معه نور، معه نور يضيء له الطريق. يبيع هذا النور بالظلمات ليمشي في طريق مظلم. كم هو انسان بائس، كم هو انسان غبي. لذلك قال تعالى: فما ربحت تجارتهم. اذا هذا يعني المغزى من هذه الكلمه اخي الحبيب انها لم تذكر الا مره واحده. كان ممكن ان يذكر الربح ربحوا مثلا يمكن ان تذكر كلمة ربحوا ربحنا الرابح الرابحون لها مشتقات كثيرة مثلها مثل أي كلمة أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى تقصد أن يذكرها مرة واحدة فقط في القرآن وفي هذا الموضع وهي من خصائص سورة البقرة يعني كلمة ربح أو ربحت ذكرت مره واحده فقط على مستوى القران في سوره البقره مع ذكر المنافقين وبصيغه النفي فما ربحت اي ان هذه التجاره كانت خاسره وما ربحت تجارتهم شيئا وما كانوا مهتدين انظر اخي الحبيب كم دقه القران اختيار الكلمات في القران ليس عبثا لذلك عندما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا هذا الأمر لا تظن أنه عبثا 1400 سنة مضى على هذا التحدي، أعطوني شخص أعطانا آية مثل القرآن أو سورة من مثل القرآن أو أو ألف كتابا قال هذا أفضل من القرآن لا يستطيع أعطوني شخص ألف كتابا وتحدى البشر أن يأتوا بمثله سيصبح ضحوك لأن كل ما ينتجه البشر يمكن إنتاج أفضل منه ما دام من صنع البشر وفوق كل ذي علم عليم مهما بلغ من العلم والمعرفة لابد أن يكون لديه أخطاء بينما كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه أكثر من سبعة وسبعين ألف كلمة لا نجد خطا واحدا لا علميا ولا لغويا ولا غير ذلك لذلك اخي الحبيب ارجو ان تتامل وتحفظ هذه الكلمات التي سنستعرضها ان شاء الله من خلال هذه السلسله كلمه في معجزه وسنركز في البدايه على الكلمات الفريده في القران التي لم تذكر الا مره واحده وكل كلمه لها دلاله سبحان الله ولها موضع ذكرت به ومن ورائها رساله نريد معكم ان نكتشف هذه الرسائل الالهيه عسى ان يهدينا الله الى طريقه المستقيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته